تقريبا. فخلينا اسال فضل انا على اشرف بن شرقي، حتى وهو مش فايق او حتى وهو مش جاهز او حتى وهو لسه راجع من السفر امبارح، لكنه مفتاح مهم جدا، قد يكون هو اهم المفاتيح بالنسبه لكارتيرو. طبعا هو اساسي، يعني احنا خلينا نبقى متفقين من اول الموسم مختلفين. يعني فرجاني ساسي، اشرف بن شرقي مختلفين. الطريقه، الشكل، طريقه اللعب، حتى الخصوم بتحترمهم جدا، بتبقى عارف انت امكانياتهم عامله ازاي. فبنتكلم دلوقتي تحديدا على اشرف بن شرقي، حتى كارتيرون في تصريحاته بيتكلم على المشكله اللي هي فيها فرجاني ساسي. يعني بيقول لك احنا عندنا امام عاشور لعيب كويس، هيلعب بشخصيته، يعني بيحاول يحطه في جمله. صح، خلاص الموضوع اتقفل تماما. المهم ان هو يوصل لامام ان انت طبعًا. مهم، انت مش بديل لحد، انت لعيب لوحدك، يعني لعيب باسمك يعني. لا، هو بيوصل كذا حاجه، بيوصل مسج لجمهور نادي الزمالك ان لا، في حد هيلعب بروميسنج، ما تقلقوش يعني. رايح منتخب اولمبي، عنده بطوله، امكانياته، عنده شخصيه، مش لازم يبقى نفس الشكل، شكل مختلف، ليه شخصيه مختلفه. دي حاجه بيقول انا مش هشتكي، يعني هو بيوصل مسجز كتيره جدا يا كريم. فاحنا اشرف بن شرقي لا، مهما كان كواليتي مختلفه، كواليتي مختلفه طبعا. اي حد هيقول لك غير كده لا، يبقى ما بيعرفش في كوره. كواليتي مختلف، عنده مهارات، عنده ثقه في نفسه، عنده شخصيه. اللي عجبني الجون الثالث جدا جدا. مش موضوع ان هو اسيست، ما انت اي حد بيعملها. صح. يعني اي حد كويس هيعمل اسيست كده، بس الربط بينه وبين سيف الجزيري وشيكابالا. بص، لو انت رجعت الكره من الاول يا كريم، هتلاقي ان سيف الجزيري الباك باس وشيكابالا وقفته هنا. يعني بص، سيف الجزيري لو بص الكره اتقطعت، ايوه خلاص جات لسيف، سيف خلاص هو عامل حسابه ان هو هيحط شيكابالا وهيروح زي ما حسن قال وزي ما كابتن فاروق قال ان هو بيروح على طول، عاوز يروح للجون ده فرويد. انا مش هعمل الشغل اللي بيعمله شيكابالا. شيكابالا قام عامل ثرو باس لاشرف بن شرقي، استلم واحد تاني ممكن يروح زيه وداخل صعيد بشماله. هو خلاص هو عارف هو هيعمل ايه في لحظه معينه، بحط الباس اللي هي قوه الباس عامله ازاي. طبعا الكلام ده كله ده احساس، والاوفسايد يعني عنده فهو لعيب كبير. طبعا. ومش الماتش ده اللي انا هقيمه، لا احنا بنقيمه من اول ما جينا دي الزمالك. فلعيب كبير ده مثلا عجبني الجون ده. كابتن فاروق وحازم اتكلموا في شيكابالا في رقم 10. متفق تماما، بس لازم شيكابالا يعرف ان هو في المكان ده ما يزهقش. بمعنى ايه؟ ان هو لازم يستلم ورا الديفندرات، ان هو بيستلم بظهره، وهو بيستلم على الخط بيستلم بالجنب، فبقى اسهل، بقى شايف الملعب. في المكان ده انت لازم تتحرك كتير جدا. يعني المكان ده يمكن كابتن فاروق لعب فيه كتير، الاثنين كانوا جامدين فيه قوي وحازم. يعني مش انا اللي هتكلم على المكان ده. بس لازم المدرب يقول شيكابالا ما تزهقش، انت تستلم بظهرك على طول.